الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال غاية قفك مؤمن كأه وليهي أدونك وردايو وشقي سنايو عبادة السمينايو غاية وامتك ليوال إلهي نبرت جنه قايو أذابنا اللذافة قايو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قفك النار لقف قيو شننا لسياي قف كاسي قف ليباني واي غاية أدونك الله شقي سنة يضنبا وإن قفك إنت أهلو واي جاتكونا لما قيموت ينقون أيان فريق في الجنة وفريق في السعير أخيرا لماذا ودون بالك لقابي قلع إلهي تبارك وتعالى جنذي سأوكسي بفضله ومني يا قلم متى عذابت جهنم والعياذ بالله هذا وحاجنا وحيابا اسكفت فضوت أو نبي إنوشي عليه أفضل الصلاة والسلام بل أو إنو دمانت قاذي قفكي أرمها سمياي إنو جنذي ربي أكوه إلهي عمل يرى اسكفدت لكن يا إلهي وافتيا عد إلهي الدونا يو خير لما أقو يو إلهي وافتيا قف كان خير لما أقين إلهي هدي ما وافتينا يو والعياذ بالله أعماش أس كنظر لغم مذنع يو وحاكم إذا لبدا والد وإحسان الله السمعي قارعا مركي دع النقضان مركي دع النقضان كنا لغوه هلايا سيدا ربي يا رسول باينو شاقين علي رسولك عليه الصلاة والسلام لما قفكي صوحة ليلة لبدي سيوالد آمت كمدا إيغو دعا أو آران كنا كم تيسنين قفكا سيوا قف خساريوا قف خساريوا وحاكم دا وحيابها كنا ذا لغو قال اسكما فضوت با اللي ماتن كودا قفك إن أمركو سو ويسيستو أول أمركو ويسرى ويسدو هكا جنايا فيحسن وضوءه يرسول كلا صلى الله عليه وسلم سفي عمبه ويسيسرى يا كو مركو ويسدي سيسوات أما يستو يرسول كلي يحي حدوتو كذا لبرك عدوت أصنع لبدا سرك عدوت نفتي سأقوم شاكينا عيو صلاة دي سيبو الله السعودة مقبل عليهما بقلبه ووجهه صلاة دي سيبو قابل سيحي قلبه سيحي وجهه سيبو الله ماذا رك عدو مدى بسي سماء رسولك حليه مسلم مجر سايلة إلا حدو سايلة وجبت له الجنة جنة قف كاسي اواجب يسو رسولك ليحي عليه أفضل الصلاة والسلام وعمل فضوط وقت يرنا أباهنا وقت بضمنا كقادرين إيه حول فربنا إسلام ركاسنا أتكوه ليسو لأن رسولك عليه الصلاة والسلام وحيس كما أرنجرين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلهي بقى وحي ينجري وحشينا حق يقدرون وعي لذلك عمل كاس يركع رسولك حليا قفك السمية سدارة السمية وجبت له الجنة هذه اللي سكوت دار دارو لما تندر غيني سنكا قادم بصورة قال شنانا آكوه إليسو وحاكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام مال المال مها كم إذا يو بلال الله هذا الصلاة صباح بي آهيد ركاسو حويري بلالو وحاد إيش يكتا عمل لوغو رجب بذيهي أوهد إسان لماذا دحيه ذا أتكون صبيصي محايا لي وحان كمق لي أديا كمهاقا شنقرتو ذا يان هرطي ذا كمق لي شنو ذا دحيه ذا إيه بلال محاد صميصا بالإيشك عمل كهو قالسا إيه إسلام دحيه ذا أتكون صميصا بالإيشك بلال وحبا نمونا الشيقين وحيرا إلهي وافتيي رضي الله عنه وأرضاه وحوية رسولك الله وعنقه ما طهارة قاتو ما ويسيستو ويسو أما مارين هنقوتو أما هبين هنقوتو حديعا ويسيستو
way sadaasan waxaan ku tukadaa wuxuu ilaahay ii qoray oo inaan tukada ah markaanu soo waysta kadib baan iska sunaystaa. Intaasu wuxuu yidhi armay intaaba tahay wuxuu ilaahay jannada igu siiyey, yani camal fudud wax qaali ana lagu helaayo. Markana rasuulku wuxuu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam, qof ma jiro idinka mida oo weysaysta oo fayusbiqu lwuduua, si fiicanna u weysaysta. Markaa kadibna yidhaahda ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ana muxammadan cabdullaahi wa rasuuluhu. Kalimadii tawxiidku yidhi markuu weysaysta kadib rasuulku wuxuu yidhi qof ma jiro sidaa yeela ilaa waxaa loo furayaa sideedda albaab ee jannada, yaa inta loo wada furo yuu mid allaale iyo midkuu doonuu ka galaya. Soo camal qaaliya maa waa weysaysata maalin kastaad weysaysataa. Haddii weysada intaad si fiican u weysaysato kadibna ducada iyo adkaarta yarta aad akhriso ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ana muxammadan cabdullaahi wa rasuul, intaasuu yidhi ilaahay waa deeqsi waaya tabaaraka wa tacaala. Camal yar oo fudud yaa waxaa lagugu siinayaa jannaba inaad ku gasho, bal kelmad afkaada ka soo baxday yaa laga yaaba inuu kugu qoraba in naarna lagaaga fogayo jannana aad yani ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kuu geeyo bihaadihi alkalima, kelmaddaa yarta ah. ilaahay tabaaraka wa tacaala deeqdiisu waa ay badan tahay. Furaskan innagaa la rabaa inaanu ka faa'iidaysanno. Waxaa ka mid ah acmaasha qofka u waajibinaysa inuu janno ku helo, sida uu rasuulku inoo tilmaamay wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qof ma jiro salaad tukada salaad farad ah markuu salaadii tukadayna akhriya aayatul kursiy, allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum, aayatul kursi buu akhriya. Man qaraa aayata alkursiy fii duburi kulli salaatin maktuuba, qofka aayad kursida akhriya salaad kasta oo farada gadaasheeda, wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, qofkaas jannada inuu galo kama hortaagnaa ilaa an yamuut, inuu dhinta mooyaane. Mar hadduu dhinto qofkaasi otomaatika ilaahay jannadu siinaya tabaaraka watacaala. Soo camal yar maa aayad kursida intay kaa qaadanaysa. Waxaa ka mid a acmaashaas qofka oo ixsaan u sameeya ebaa jannada lagu galo, waxaa ka mid a qofka ixsaan iyo wanaag u sameeya gabdhaha u dhalay, hadday tarbiya noqon lahayd, tacliimin hadday noqon lahayd, akhlaaqdoodu wanaajiyo hadday noqon lahayd. Man kaana lahu thalaathu banaatin, yuu rasuulka sal alay slam, saddex gabdhood ninkii dhala oo ilaahay uu siiyo, ama saddex gabdhood oo la dhashay isaga walaalo la, ama laba gabdhoodba oo isaga uu dhalay, ama laba la dhashay, qofkii ilaahay uu siiyo oo fa axsana suxbatahunna, iyaga wanaajiya suxbadooda, si fiican buu la dhaqmay, dhaqan wanaagsan buu baray, waa tarbiyeeyey diintii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd iyo dhaqankii toosnaa buu ku tarbiyeeyey. Dhagaysa marka rasuulku yidhi ilaahayna waa uu uga baqay, wataqa allaha fiihinna, wuxuu qofkaasi rasuulku yidhi dakhala aljanna, sidaa qofku yeela oo gabdhahaas hagaajiya ilaahay tabaaraka wa tacaala jannuu siina qofkaas jannadu ku galaya. Idan marka waa waxyaabo kulli aynu wada samayn karno waa qofku ilaahay u waafajiyo. Waxaa ka mid a mathalan acmaashaas ee aadka u waaweyn, qofku ilaahay tabaaraka wa tacaala u qadaro in awlaadda qaar ka mida laga oofsado, laga qaato awlaaddiisii, ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo, yaa ilaahay ka oofsaday. Rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, addoonka mu'minka ah haddii uu waladkiisa uu dhinto, ilaahay baa tabaaraka wa tacaala malaa'igtii la hadlaya. Malaa'igtiibu wuxuu ku leeyahay qabidtum walada cabdii, addoonkayga miyaad cunugiisii ka soo qaadateen malaa'igtiiyay? markaasuu malaa'igtii waxay leeyihin haa rabbiyow. Markaasuu rabbi mar kale wuxuu leeyahay qabidtum thamarata fu'aadihi, oo ma
يعني قلبي سويه كسر قاي ثمرة فؤادي يتكلم تبتين وكسر يعني كسر كحيسن مركز الليل ها ربيو مركز ربي سؤال ويدينا يا فما قال أدونك مركز علم كيسي كسر كسر كحيستين وكسر أبستين محوكو هذلي مرأيتي وحيلين استرجع وحمدك واسترجع صدي إنا لله وإنا إليه راجعون أدنى إله وكو مهديه وكان مهد عليه مصيبة لا سكتمي قف مركي مصيبة كتما عدو عبد إلهي وافتشي إنه استرجاع سدى بديل كخير بدن با إلهي سينايا ولا شك في ذلك انت اسمع أكتي هدي تري إلهي ما مركي وحورنا يا وحد سميسان أبنوا له بيتا في الجنة شنو هذا دحدي ذا قري إيه قصري وين هلو غدسو وسموه ببيت الحمد قري قاسنا وحد ملع وقد اكتنا كم ملع عوضان قري ما علنت يا شكرنت كم ملع عابا أبا المرين هلو قد ديو حسنا يي حتى أولاد إلهي سيا لغا أوف صدي سوما اسمه والد مو سنة رجحن إلهي ما سيي إستغانا كلتغي إلهو أكم ما حسنت عيبوه إنا لله وإنا إليه راجعون إلهو على كم عدسان مركهرنا على إسيا حدنا على إيقا قاضي إنتا سوح وكم متايستي هذه قري هذه بلاش ما أنت لو غوصي يا كور قري وين قصري إسكادة أمد شمالة كويها ألا إنتا حدي يعني المرين هذه اللي حل غوصي أول إلا لغوين هذه قري وين وقصري أو مال في عن أدوك دي حديثة كويها ألا المرين غوصينا يا كور آت بعد وقنا على وفرح نعيد فما بالك بيت في الجنة إلهي أجي هسيد الأول أشيء لو قرحيي إلهي كنا ذا وجود ياري أدم مديسا صالح أنت إلي وحي سنولي قد عرق دقن عي سنولي قد مقل شاكي شايد قلبي بلا آدنا مرنا ما أوصل صوري سنين أوصل كل فكرين يا إلهي تبارك وتعالى الدومة دي صالح انت يبرنت شنادة عبود دياري وحاكم إذا أعماش شنادة اللي قد قال أيو إنو عدوك كفارة قادة أغانيا نبي قول حلية هاي قفك يتيم أغان كفارة قادة قفك هاس أنيقا يسغى شن الله وحنا كنا قرينا سيدنا كلا يرسل كيري وحتما من لبدي سفرات فرت عن صعبنا ده يمد عن فرد عادة ينبي ساعة وحير وكلا فوجي انت عسان شن الله نحده ده أنا جا ورسولك على يسوع انت عسان يسوع ترسلنا بوي نكلا فوجي انت عسان شن الله نحده يسوع ترسلنا قف كيتيم كف على قارب حكوا بحاي وحير على غيابة حدي عاد مصروف كي سيد مارد قادرة وحن عن بقول دولار دمينا كفلنا ريسا مينا وحاجنا أقول ما يكون حريسيين أي تاملو لوحنا لغو برو لغونا كريو حدي عن بقول دولار أنا كدر ساتو وحي أوفلنا ريسا انتدي سي يتعلين تي سي الله وضبا فربادر عمرك أقول انت ما انت جرتاي يا سكفا إذي سرايا قفكو إلهي وكو إلهاميي أنيقا iy isagu ba channada intaasan isu jirsanayna wa isu dhawaad ban isu dhawaareyna wa ilaahay tabaaraka wa taala hayna waafati amashas qaliga ah ee lagu helaayo ilaahay tabaaraka wa taala channadiisa iy radiisa rabbi tabaaraka wa taala hayna waafati sallu wa sallimu ala man amarakum allah bi taslimi haythu qaal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid warda allahumma an khulafa'i al-arba'a ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك
عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وتوفنا وأنت راض عنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا سميع الدعاء، صلى الله على محمد.